ومحكمة جنح الرمل بشرق اسكندرية النهاردة أصدرت حكمها بمعاقبة 2 من أعضاء جماعة الإخوان بالحبس 3 سنوات وغرامة 50,000 جنيه لكل منهم. المتهمين هم محمد سعيد حمدي وعمر إبراهيم محمد، وتم اتهامهم بالتجمهر والبلطجة وإتلاف سيارة شرطة وسرقة لوحتها المعدنية. والتعدي على رجال الضبط القضائي داخل على خلفية أحداث العنف اللي حصلت في منطقة الرمل في اسكندرية الشهر اللي فات. وعلى ذكر اسكندرية نطمن على حال اسكندرية النهاردة. معانا على التليفون سيادة اللواء أمين عز الدين مدير أمن اسكندرية، برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. الحمد لله. سيادة اللواء طمنا النهاردة الوضع إيه؟ والله الوضع حالي الحمد لله، هو بس من ساعة كده كانت خرجت برضو مسيرة من جماعة الإخوان الرحوية في منطقة سيدي بشر إبلي، وقامت برضو بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور والتعدي على المنشآت بالألعاب النارية. قوات الأمن المنتشرة في مدينة اسكندرية تدخلت على الفور وتم الفض، وظبطنا 7 من عناصر الإخوان الإرهابية وبحازاتهم فريدة خرطوش وزخيرة وألعاب نارية وشماريخ ومسامير وشعارات معادية، وكان اتخاذ الإجراءات القانونية خلالهم. وقوات الأمن بتنشط دلوقتي كافة المناطق على مستوى مدينة الإسكندرية. كانت الأعداد كبيرة يا ست اللواء؟ المسيرة دي أو المظاهرة دي كانت كبيرة؟ والله يا فندم هو الأعداد مش كبيرة، بس هو للأسف إن العنف هو الجديد، هو السمة المغالبة دلوقتي العنف والعناصر. هو تفسيرك للموضوع ده إيه يا سيادة اللواء؟ يعني إن الأعداد بتقل لكن وتيرة العنف هي اللي بتتصاعد؟ هو عشان ده الضعف. هو لما يبقى في عنف يبقى في ضعف. هم طول ما هم بيضعفوا دلوقتي فبيستخدموا العنف عشان يبقى في تصعيد اكتر، علاوه على ان معظم العناصر اللي بتظهرت في المظاهرات عناصر مستاجره من محافظات اخرى وليس من محافظه اسكندريه، علشان طبعا ان الدعم بتاعهم والحشد بتاعهم ابتدى يقل، فابتدوا يستأجروا ناس من المحافظات القريبة يجيبوها يستخدموها في المظاهرات. تقدروا تعملوا حاجة في الموضوع ده؟ يعني الميكروباصات أو الحاجات اللي يعني بيجوا من عن طريقها، يعني يكون في ضبط للمسألة دي، تعامل معاها ولا صعب؟ هو طبعا الأكمنة الحدودية هنا متنبه عليها بدقة التفتيش واستطلاع الهوية والتحري عن التجمعات اللي هي جاية من خلال الأكمنة الحدودية المعمولة في المحافظات. بس هو ممكن برضه يبقى في حاجات فردية بتيجي متسللة فبيتم ضبطهم، وبقية العناصر بتتحدد وبنتظرها أمر من النيابة وبيتم ضبطها من المناطق اللي بتردد عليها. طيب بشكل عام بقى سيادة اللواء الوضع كده هادي، المسيرة أو المظاهرة دي اللي حضرتك بتتكلم عنها تم فضها خلاص بالقبض على عدد منهم زي ما حضرتك بتقول؟ أيوة فندم، وقوات الأمن بالاشتراك مع القوات المسلحة بتمر في جميع أنحاء مدينة الإسكندرية حاليا، والأمور هادئة والحالة مطمئنة. الحمد لله. شكرا لحضرتك سيادة اللواء أمين عز الدين مدير أمن إسكندرية، شكرا لحضرتك.